معنا اتصال معنا استاذ احمد. عليك يا فندم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. بارك الله فيك يا عم الشيخ، الله يحفظك ويبارك فيك. عندي سؤال بس بسيط يا شيخ. اتفضل. عايز بس اعرف، هل فوائد شهادات الاستثمار والبنوك حلال ام حرام؟ حاضر. اللي انا سالت كده شيخ، كده شيخ سالته عجبني بالاجابه ان هي حرام، فعايز حاضر بس استفيد من حضرتك حاضر. لو سمحت. ممكن بس الاجابه في التليفون بس عشان انا مش متابع التلفزيون حاليا. مش ايه؟ بص يا سيدي، صلى على سيدنا النبي. دار الافتاء المصريه والازهر الشريف ومجمع البحوث الاسلاميه اصدروا فتوى بان فوائد البنوك حلال ليس فيها شيء، وكذلك فوائد البورصه حلال ليس فيها شيء، وكذلك ايضا فوائد الاستثمار لها 16 و20% حلال ليس فيها شيء. ده رايي. الراي الثاني بيقول لك يا مولانا لا، ان ده حرام. الراي بيرجع ليك انت، خدت على هذا الراي. انا دايما بحب كده، خدت على هذا الراي، خلاص اطمأنيت قلبك لهذا الرأي، مفيش فيها مشكلة، خد به رأي صحيح ومعتبر، ده صادر عن المؤسسات الرسمية. خدت بالرأي الثاني اللي هو بيقول لك لا، ده فيه شبهة يا مولانا وان ده فيه حرام وهو عشان تحديد النسبة ومين وشمال، خلاص يبقى انت خدت بهذا الرأي، لا شيء عليك في ذلك. فالأمر بيرجع إليك انت، انت اللي تحدد عاوز ايه. خدت بده صحيح، خدت بده صحيح، كلاهما صحيح ولا شيء في ذلك، انما عاوز الفتوى الرسميه التي نقولها دائما ان فوائد البنوك والاستراتيجيات الاستثمار وغيرها حلال، كما اصدرت فتوى دار افتاء فتوى بذلك، والله اعلم. استاذه منى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا بنت الشيخ؟ ربنا يسترك. ربنا يبارك لك ويخليك دايما يا رب، الله يحفظك. العمر والصحة. الله يحفظك. لو سمحت، جوزي بيسب الدين واهله. استغفر الله. هم دايما سببين دينه، ما بيصلوش. انا بصلي. استغفر الله. ودايما يسبه وانا بتضايق منهم، يعني لدرجه انا اتصلت بحضرتك مره وقلت لك على اخت جوزي يعني سرقت جهازي، وحضرتك قلت لي حاسبني، قولي حسب الله ونعم الوكيل. فبزياده انهم مسببين دين، طول الوقت يسبوا في الدين. اقول لك انا بكرههم جدا اللي بيسب الدين. انا ما بكلمهمش، يعني انا في حالي، بس انا برضو متضايقه انهم بيسبوا الدين، وهم يبقوا ايه وبالنسبه قدام ربنا؟ هم يعني حاجه ملهاش. حاضر، هجاوبك دلوقتي. ربنا يبارك لك، رد عليا. الله يبارك. حاضر، هجاوبك. خليك متشكره قوي. الله يحفظك، اتفضلي. ام محمود. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا يا سيدنا الشيخ، اللي انا كلمتك امبارح اتفضلي وانت ما ردتش عليا. ازاي وانت ما ردتش عليا؟ طب قولي، قولي، اتفضلي قولي. الو، ها، اتفضلي قولي. ايه السؤال؟ بقول لك انا واقفه انا وهو على الطلاق. طب قولي من تاني بعد اذن كده السؤال، وبس اطفي التلفزيون واسمعني من التليفون. ان هو كان راح اشترينا حاجات وجمل علينا فلوس 400 جنيه. طب قولي من تاني يا ام محمود بعد اذنك كده السؤال. بقول لك السؤال ان هو جمل عليا فلوس ووصل المبلغ 400 جنيه. اه، وبعدين حلف عليا بالطلاق، وبعدين قال لك ايه؟ قال حلف بطلاق، قال ايه؟ قال لي عليا الطلاق اللي هطلقها قدام اخته. عليا طلقها، طلقها. اه اه، وما تلزمنيش وانا مش عايزها، وبقالي 6 شهور هو فايتها وانا فايتها، بس قاعده معاه في البيت. وكل ما رايح وجاي عمال يسب في الدين ويقول الطلاق. لا لا، هو ما بيصليش. طيب هو طلقك يا ام محمود؟ قال لك انت طالق؟ لا. طيب حاضر، هجاوبك انا دلوقتي حالا يا ام محمود. ماشي، انا رديت والله يا ام محمود. ماشي. منى، استاذه منى. ازيك يا شيخنا؟ الله يخليك. ربنا يسترك، اتفضلي. ربنا يحفظك يا رب. كان ليا سؤالين يا شيخ والنبي. الاول ان انا كنت حامل في رمضان، يعني انا ما صمتش من رمضان اللي فات ده غير 7 ايام، وبعد كده ولدت. حلو قوي، 7 ايام. 7 ايام بس، ويعني ولدت يا شيخ. دلوقتي انا عليا 23 يعني يوم. عليك انا اعمل ايه؟ 23 يوم. انا برضع لغايه دلوقتي. حاضر. يعني بنتي على رمضان الجاي هتتم سنتين. يعني انا اعمل ايه؟ طيب هل الصيام يؤثر على الرضاعه؟ لا طبعا، الحمد لله على كل حاجه. ما يأثرش يعني. بيقدر. ايوه. طب حاضر، هجاوبك دلوقتي. اتفضلي التاني. ان انا كنت ندرت ندر وكده، ان جوزي كان في ضيقه واتحبس وكده. قلت ايه؟ ندرت ندر. قلت ان انا هطعم 20 فرد وكده، بس على قد يعني مثلا رغيف لحمه في رز، يعني حاجه على قد. حلو، جميل قوي. بس ما عملتش حاجه. طيب متيسر دلوقتي الان ولا لا؟ نعم، الامر متيسر انك تعملي ولا مش متيسر؟ لا، هو حاليا دلوقتي لا. طيب هقول لك، هجاوبك دلوقتي.
ماشي يا شيخ، ربنا يخليك ويجازيك خير. حاضر حاضر. طيب استاذ احمد ربنا يكرمه، دايما السؤال المعهود والمعروف وبيكرر دائما، فوائد البنوك وشهادات الاستثمار ويا مولانا والبوسطه. قلنا يا ساده ان فوائد البنوك وشهادات الاستثمار والبوسطه دي على فتوى دار الافتاء المصريه ومجمع البحوث الاسلاميه، وفي لجان معقوده لذلك قالت لك ان ده حلال يا عم الشيخ. واحد يقول لك يا مولانا ما المعروف ان تحديد النسبه، الفرق في تحديد النسبه تم يسيبها، وده تمويل وتجاره وقصه طويله عرضه بيتكلم فيه. ده راي يحترم وده راي يحترم. انا خاصه من الذين يؤمنون بتعدديه الاراء، لو انا قلت لك انا رايي صح كده يبقى انا غلطان، ان لم يكن هو راي ثابت يعني عليه الاجماع وعليه حكم الشريعه فيه. يعني الزنا حرام بإجماع يقول لك لا حلال؟ لا حرام. بس انما في راي فيه خلاف، وطالما القاعده الفقهيه بتقول لك لا انكار فيما هو مختلف فيه. ده له ادلته وده له ادلته، ده على سبيل التمويل يا مولانا وعلى سبيل كذا وعلى سبيل كذا، وده الراي تملك كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فالامر بيرجع الى المستفتي للانسان ذاته. حبيت يا عم الشيخ تحط فلوسك في البنك 20,000 30,000 40,000 50,000 جنيه، قول لي يا عم 50,000 جنيه حطهم في قلب البنك. اول ما بتروح تفتح حساب بيقول لك انت عاوز فايده ولا مش عاوز فايده؟ الشرط موجود كده. واحد يقول لك يا عم الشيخ انا مش عاوز فايده خالص، خلاص لا شيء في ذلك، حط الفلوس عندهم مفيش مشكله، يبقى انت مش عاوز فايده. واحد يقول لك لا بيكتب انا عاوز فايده، خدها يا سيدي. واحد يقول لك طب انا شاكك فيها اخرجها، اقول له خرجها مفيش فيها مشكله، مستشفيات ولا الى غير ذلك من هذه الامور. اتصدق بها تصدق بها. واحد يقول لك يا مولانا ان الله طيب لا يقبل الا طيبه، ودي فيها شبهه، يبقى هتصدق بايه يا مولانا؟ اقول له خلاص خليها ما تاخدهاش. يبقى الامر بيرجع اليك، الامر بيرجع اليك. من حديث واصبه استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك. حبيت تاخد بهذا مفيش مشكله عندنا، حبيت تاخد بهذا الراي مفيش فيها مشكله خالص، كلاهما واحد يا سيدي والله. ده راي وده راي، ده له اهله وده له اهله. فيجب ان نحترم دائما وابدا فقه التعدد والتسامح فيما بيننا والله اعلم. استاذه منى كانت بتسال بتقول جوزها يعني اسال الله سبحانه وتعالى له الهدايه بيسب الدين على طول. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا، يجب ان على ما يسب ده جريمه كبرى، جريمه كبرى. لا تسبوا الظهر فاني انا الظهر، لا تسبوا الظهر، يعني ما تسبش الدين لك حينما تقول بسب تقوم بسب الدين، يعني تسب الحق سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وهذا يستوجب ان يتوضا الانسان ثم يدخل مره ثانيه ويستشهد مره ثانيه، وبالتالي لا ده عليه اثم كبير جدا، عليه اثم كبير جدا 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 حينما يسب هذا الدين، وكبيره من الكبائر. طب يا مولانا اعمل ايه؟ يستغفر ربنا سبحانه وتعالى ويتوضا ثم يستشهد مره ثانيه يا مولانا، لأن هذا في جناب الله لا يجوز. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، والقرآن قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عضوا بغير علم. ده نهانا ان الواحد يشتم معتقد غيره حتى وان كان هذا المعتقد كبايه ولا قلم ولا اي شيء، هو حر وهو إلهه. نهانا الاسلام حتى لا يتطول هذا على سب الله سبحانه وتعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عضوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا الله جهد أيمانهم من سورة الأنعام. وبالتالي يجب على الإنسان أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، ويعني يتصدق أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يتوب عليه ويسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. وأنا مش عارف والله يعني الناس تتجرأ على محارم الله ويبارز الحق سبحانه وتعالى بالمعصية لأنه يعني يسب ذات الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية والتوفيق. أم محمود بتقول جوزي يا مولانا قال علي الطلاق وبقالي ست شهور يعني تراكمت عليها دين، قال لها ما تروحيش تجيبي حاجة، راحت جابت، أو قال لها راح فتح حساب عند واحد فجاب الحاجات ب 400 جنيه، فالمهم قال لها علي الطلاق هطلقك، وبقالهم ست شهور يعني مخاصمين بعضهم. ليس بينهم علاقة. السؤال ده فيه كذا نقطة. النقطة الأولانية كلمة علي الطلاق زي ما احنا قلنا مولانا ده بيسأل فيه هذا الإمام الغزالي في كتاب هذا الدين، والإمام أحمد شاكر وغيره من السادة العلماء قالوا أن كلمة علي الطلاق لا يحتسب طلاقا، ده من باب اليمين. طالما علي الطلاق ده من باب اليمين، إنما لو قال لها أنت طالق، ده لفظ صريح مش محتاج إلى نية يا عم الشيخ. أنت طالق، أنا مدرك الوقت والزمان والمكان والكلمة وما يدور به الحوار، وبالتالي لا يبقى طالق في الحته دي. اما انا اقول انت طالق
انت عارف انت كنت بتكلم مين؟ اه بكلم مراتي. طب كنت امتى؟ كنت الظهر يا عم الشيخ. طب وفاكر؟ اه فاكرها كويس قوي. طب عملت ايه؟ كنت باكل مثلا ولا بشرب؟ ولا كانت بتناولني الجلابيه ولا كانت بتناولني كذا؟ يعني فاكر الزمان والمكان والوقت؟ خمس امور فاكرهم خلاص يبقى طالق. لما تقول انت طالق انما عليها الطلاق لا تحسب طلاقا. اما مساله الهجر فيما بينكم يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يؤلف فيما بينكم. وانت يا ام محمود حاولي تكوني من يمتك، يعني بقالكم مثلا عمر متجوزين مع بعض 20 سنه ولا 23 سنه من الواضح يعني حضرتك كنت بتكلمي، فيعني ما فيش لازم نميل شويه مع بعضنا البعض، احنا مش واقفين لبعض بالند. العلاقه عمر الحياه ما هتكون حياه ولا فيها حياه اذا كنا واقفين لبعض بالند كده. لا انت عليك شويه وهو عليه شويه وانت عليه شويه ونصلح فيما بيننا عشان الاولاد، واكلمه بالحسنى واكلمه في وقت يكون فيه يعني ربنا سبحانه وتعالى متلطف عليه باسمه اللطيف. لا يعني في حاجات كتير لازم نعملها، لازم نقولها. الحياه مش قائمه على النديه وانا الصح وانت الخطا ولا هو كذا. برضه وانا بوجه رساله يحترم الاخر، احنا مبنيه العلاقه على التراحم وعلى الود وعلى المحبه وعلى الالفه. أمال فيهم من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فين المودة وفين الرحمة إذن؟ فين هي المودة وفين الرحمة؟ ده الإسلام قال لك، شوف ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال لك: واللاتي تخافون نشوزهن يا أخي فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. مش معنى ضرب إن أنا أجيب شومة أكسر لها دماغها ولا إيدها زي ما الناس بتعمل، ولا أجيب حديد. لا لا لا، ده كان سيدنا النبي يعني بين الضرب، قال لك ضربا غير مبرح بالسواك كده، زي ما يكون واحد بتهزر مع حد كده بالسواك، يعني معناه ان انا غضبان يعني. فان شوف القران: فان اطعناكم فلا، امر في صيغه النهي، فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا يا اخي. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. وعبد الله، إذا يجب علينا أن نحترم فيما بيننا. فاصل ونواصل فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا من ذلك الفاصل. لرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أمين. قبل ما أجاوب على الأستاذة منى، أستاذ سعيد بلغني دلوقتي بارك الله فيه، أستاذة أمان حالة امبارح كانت موجودة معانا اللي هي كانت الغريمات ديت يعني، تبرع لها الأستاذ علاء وفي متبرع تاني ما شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما. نعم مما يعني أسعدني أنا شخصيا وشرح صدري والله حينما أجد يعني من يبادر ويسمعنا يعني ويدخل في قلبه كلمة وفقنا الله سبحانه وتعالى إياها أو رزقنا الله سبحانه وتعالى إياها فدخلت في قلبه وتخلل هذا الكلام في قلبه. يا سادة أقول لك على حاجة، عامل ربنا ما تعملش الناس، والله الناس ما هتديك حاجة، صدقني عامل ربنا. أنت بص لك على حاجة، أما تروح في الآخرة تلاقي صفحتك مليانة مليانة. الإمام مالك، قبل ما أجاوب على المهونة، حاضر أستاذ سعيد، الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، لما يعني الإمام أحمد توفاه الله سبحانه وتعالى ورضي الله عنه وأرضاه، فرآه ولده سيدنا عبد الله، فالمهم فلما رآه قال له: يا أبتاه ماذا فعل الله بك؟ قال له: يا بني أو يا ولدي، طاشت أعمالي ولم ينفعني إلا دعاء كنت أردده ليل مساء. الإمام مالك يا سادة، مش الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام مالك بجلالة قدر وعظم صاحب المذهب بيقول لك: طاشت أعمالي ولم ينفعني إلا دعاء كنت أردده ليل مساء، كنت أقول: اللهم يا خالق كل شيء، ويا من كنت قبل كل شيء، ويا من تكون بعد كل شيء، ويا من تعلم كل شيء، اغفر لي كل شيء ولا تحاسبني عن شيء، اللهم أمين يا رب. الأستاذة منى أنا بشكرهم شخصيا بصراحة، يعني أشكرهم وأتقدم لهم بالشكر، وإن هم يعني ساعدوا وكانوا في عونا على قضاء الدين للغارمات. والله يقول سيد النبي يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي. أستاذة منى كانت بتقول: يا مولانا حامل في رمضان، المهم يعني صامت 7 أيام وباقي 23 يوم وهي بترضع. الإجابة الآن، بص يا أستاذة منى بارك الله فيك، طالما أنك قادرة تصومي يجب على الإنسان أن يصوم قبل دخول رمضان،
يعني يا مولانا انا هي فتره 23 يوم تبدا في خلال هذه السنه، خلال الايام المتبقيه 4 شهور ولا 5 شهور المتبقيين تصومهم قبل ما يجي رمضان، طالما ان هي قادره ولا يؤثر ذلك على الرضاعه، على ايه؟ على الايه؟ على الطفل، وخاصه ان يعني الشتاء يوم قصير، فبالتالي تستطيع انها تصوم، ما عندهاش مثلا مرض ولا غير ذلك يمنعها من الصيام، فوجب عليها الصيام. عشان لو هي ما صامتش 23 يوم قبل رمضان او دخل عليها رمضان دي هيبقى عليها القضاء والفديه الكفاره، يعني تقضي الايام وعليها كفاره اطعام عن كل يوم مسكين، وبالتالي فصومي هذه الايام يا استاذه منى ولا شيء في ذلك. طب يا مولانا لو الصيام هياثر وانا برضع الطفل و و و وهياثر على الجنين؟ لا ادام ما انتش قادره خلاص افدي عنه، طالما انك مش قادره خلاص صومي ولا شيء في ذلك. كانت بتقول يا مولانا ان هي نظرت ان هي تطعم 20 فرد ومعهاش امكانيات دلوقتي، اما توفر الامكانيات زي ما انت النذر يا ساده مرتبط باللي بيقول، انا قلت نذرت ان انا اذبح خروف لله يبقى اذبحه لله، هاكل منه يبقى هاكل منه، مش هاكل منه يبقى مش هاكل منه، هوزعه وادعي الناس كلها يبقى اعمله ووزعه وادعي الناس كلها، مرتبط بما اقوله النذر. انت قلتي انا هطعم 20 فرد، ماشي قلت هطعم 20 فرد، اطعمي لي 20 فرد. متوفر المال الان دلوقتي مش متوفر، حينما يتوفر ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك اطعمي ولا شيء في ذلك. ام احمد معانا، السلام عليكم. ام احمد. يا ام احمد. ايوه. اتفضلي يا حاج. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا معايا سؤالين لو سمحت. الاول ان انا ايه اشتريت لابني شقه في الجيزه وعندي انا بيت هنا في البلد ملكي انا سايد. فانا لما اشتريت لابني شقه في الجيزه ففصلنا البيت هنا وادينا له لابني اللي هنا ثلاث ارباع حسب ثمن الشقه. الربع الثاني قسمته على الاثنين. هل ده صح؟ انت عندك كم ولد؟ اثنين. عندك ولدين، صح كده؟ اشتريتي شقه في الجيزه لابنك الاولاني الاول؟ لا لابني الصغير. لابنك الصغير مثلا. الكبير انا عندي بيت هنا في البلد جوزته وقعدته فيه. جوزت الكبير وقعدت وقعد فيه. وقعد فيه في البلد. يعني. حلو. وابوه متوفي. كلام جميل. ها. انا فصلنا الشقة وفصلنا البيت. ودينا لابني اللي هنا حق ده قد الشقة بالظبط. اديت الباقي. كلام مظبوط، اديت له ازاي الشقة بالظبط؟ يعني الشقة ب 300,000. اديت لابني اللي هنا يعني مش اديت له 300,000، اديت له حق في البيت على قد ال 300,000. تمام كده. يعني ثلاث ارباع سويت ده. والباقي الربع قسمته بينهم بالنص. وانت ما خدتيش صح؟ ماشي، وانت ما خدتيش حاجه خالص؟ لا انا مش عايزه حاجه بقى، مشكله. حاضر. المهم هم يبقوا راضيين. لا صح يا ست ولا شيء، السؤال الثاني اللي انت عملتيه صح. السؤال الثاني. السؤال الثاني ابني عنده شقه في ال ابني عنده شقه كان عايز يجيب عليها قرض تشطيب شقه. بعد كده لما راحت عنده شقه؟ بتاع ها؟ عنده شقه. عنده شقه عايز يشطبها. ماشي. لما راح المبادره بتاع البنك المركزي قالوا له ايه لا الفايده كبيره قوي 20%، فقالوا له ايه ما لا وهيدوا له مبلغ صغير مش هينفع. فقالوا له ايه انت ممكن الشقه ديت مثلا ايه تبيعها لاخوك وبعدين ايه تشتري شقه تانية عن طريق البنك بقى يعني قدام البنك ويديله عليها قرض شراء شقه. هياخد هو القرض ده يشطب منه الشقه بتاعته الاولانيه. شقه تمويل عقاري يعني. تمويل عقاري. هيشطب الشقه ويحط قرشين منهم في البنك ياخد الفوائد بتاعتهم يدفعها القسط بتاع القرض. هل ده حرام ولا حلال؟ حاضر. ويتجوز منها برضه عشان يبقى الكلام صح. هيشطب الشقه وبعد كده الجزء اللي موجود اللي هي بتاع الشقه اللي هو هيبيعها اللي هي الاساس بتاعه اللي كان هتتشطب الاولانيه. طيب حاضر. هيجيب شقه غيرها. حاضر. هيجيب شقه وهياخد تمويل عليها من الايه؟ ماشي. البنك عشان يشطبها ويتجوز وهيحط قرشين منهم في البنك ياخد الفوائد بتاعتهم يدفع القسط بتاع البنك. لا شيء في ذلك يا ام احمد. لو يعملوا صح برضه. لا مش حرام. يعني هيبيع بتاع البنك. هيبيع الشقة لأخوه ويرجع يعمل تمويل عقاري، هو يشتري الشقة ويجيب عليها القرض يقوم تمويل شقة تشطيب الشقة، فالمبلغ يجيب مثلا 50,000 أو 100,000 يشطب ب 50,000 يحط ال 50,000 في البنك الفوائد. أيوه هيدوله 200 بالظبط كده، هيشطب ب 100 يحط 100 في الشقة وهيتجوز منها. ماشي. هيتجوز منها. ماشي.
وهيحط الباقي في البنك ياخد الفوائد بتاعتها القرض ده مش حرام اصلا من البدايه؟ لا مش حرام يا ام محمد، مش حرام، مش حرام يا ام احمد، يفعل ذلك ولا شيء عليه. استاذ ابراهيم، الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. ازيك يا شيخ، اخبار حضرتك؟ الله يحفظك، ربنا يكرمك. ربنا يخلي حضرتك يا رب. الله يحفظك. كنت عايز بس ليا بس سؤال كده، كنت عايز اسال حضرتك يعني لو تسمح لي. اتفضل. ربنا يخلي حضرتك. انا شيخ بس انا كنت بعمل ظروف كتير جدا في حياتي وكده فانا قررت ان انا اصلي بقى خلاص، بلازم اصلي وكده عشان مسلم طبعا يعني. اهلا وسهلا بيك، 100 100. ربنا يخلي. فانا دلوقتي حاليا انا بصلي وكل حاجه، مش بس فرض، وبصلي الحمد لله كل حاجه. بس انا برضو بحس ان انا بصلي مش حاسس كده ان انا مش مطمن، او مش حاسس ان انا يعني الذنوب اللي انا عملتها مثلا خايف تكون ما بتتم، يعني خايف قلقان على طول مش مطمن. لا ده انا هطمنك واديك بشرة دلوقتي تريح صدرك دلوقتي. فانا عايز اعرف بس برضو. بس انا ليا طلب عندك. اتفضل اتفضل يا شيخ. تصلي على سيدنا النبي كل يوم اكتر من 100 مرة. عليها افضل الصلاة والسلام. وتقول يا لطيف اكتر من 100 مرة. يا ربنا يخلي حضرتك. ماشي. ربنا يخليك. طب سمعني الصلاة على سيدنا النبي بقى. عليه الصلاه والسلام. حاضر، هجاوبك دلوقتي يا سيدي. حاضر، شكرا لحضرتك، تحت امرك، اتفضل. ام يوسف. يوسف اعرض عن هذا، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اسال حضرتك طبعا. نعم. انا اسال ازعاج حضرتك. لا تحت امرك، اتفضلي. بس والله عندي سؤال كده ما تعتبش عليا فيه، بس قول لي اعمل ايه. طيب تحت امرك. انا لما باجي اصلي انا ما بقدرش اصلي وانا واقفه، ببدا الصلاه وانا واقفه. حلو. وبكمله وانا قاعده في الارض. عندك مرض يا ام يوسف ولا حاجه؟ بعد عنك ايدي ما بقدرش اسند عليها عشان اقوم. كفيني كده لما بدوس في الارض كده عشان اجي اقوم. ما بقدرش اقوم. يعني يعني في املاح وفي حاجات في الكف فما بقدرش الواحد يقدر يقوم عليها يعني. بالزبط. حاضر حاضر. بالظبط. 100 100. بس في بقى حاجه بتحصل كده وانا مش بعرف، مش عارفه ليه. ايه هي؟ لما اجي اصلي حاجه تقول لي انت ما ركعتيش. حاضر. انت ما ركعتيش. حاضر. على طول الوسواس ده في دماغي. لا انت بتبقي مشغوله يا ام يوسف بحاجه؟ غصب الشيطان، ما انت عارفه. لا الشيطان. حاضر هجاوبك دلوقتي. ما انت عارفه، ما كل واحد بيبقى بيصلي. انت عارفه اضعف واحد مين في الدنيا كلها مين؟ الشيطان والله. استنى بس استنى، ربنا بيقول ايه؟ فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مجرد ان انا استعذ بالله الشيطان بيولي. شوف ربنا بيقول لك في القران الكريم: الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، في سوره النساء على يدك الشمال من فوق كده، فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. هجاوبك انا دلوقتي يا موسى، هبدا بيك دلوقتي. اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. حضرتك بتقولي انا مثلا ما بقدرش عشان رجلي بيحصل فيها تورمات او غير ذلك، فببدا اقول الله اكبر وانا واقفه وبعد كده اقوم قاعده. صحيح، ولا شيء عليك في ذلك، ولا شيء في ذلك. الدليل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرج الامام البخاري من روايه سيدنا عمران بن حسين انه جاء الى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي اليه، يقول يا رسول الله عندي بواسير. بيكلم سيدنا بيقول عنده بواسير، بيشتكي من بواسير. فسيدنا فكيف اصلي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. سن فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى ايه؟ جنب، يعني قائم او قاعد او على جنب. مفيش فيها مشكله خالص، طالما ان الانسان من اصحاب الاعذار صلي. بس انا عاوزك تصلي. ما بصش ليه؟ لا صلي. مفيش فيها مشكله خالص، اقفي قول الله اكبر وبعد كده قوم قاعد على الكرسي وخلي عندك دائما وابدا استحضار وخشوع في الصلاه. يبقى انا فاكر اني قلت الله اكبر، كبرت، بعد كده قرات الفاتحه، بعد كده قرات سوره، ثم بعد ذلك قلت الله اكبر، ركعت، وبعد كده قمت من الركوع، ثم سجدت، ثم الى غير ذلك من اركان الصلاه المعروفه المعهوده التي نعرفها جميعا، ولا شيء في ذلك يا ام يوسف. وصلي. فالانسان ما يطوحش الشيطان. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ذلك. اصل الشيطان مش هيجي الانسان يعني قاعد على قهوه، ولا هيجي له هو قاعد مثلا في خماره، ولا هيجي له لا الشيطان هيجي له على باب الطاعه. ولذلك يعني سيدنا مولانا فضيله الامام العلامه الشيخ محمد متولي الشعراوي دائما سيدنا الشيخ له اسراره. له اسرار والله. يعني كان عالما نورانيا ورباني. يعني اذكر قصه لسيدنا الشيخ قالها لي سيدنا مولانا الشيخ الخسري. كان بيصلي، كان سيدنا الشيخ هو في معهد طنطا. فكان سيدنا الشيخ لما كان يجي يفسر القرآن هو في مثلا في مسجد سيدنا الإمام الحسين يطوف ويقول في القرآن الكريم،
ويجي واحد يقول له ده رزق المستمع يا ابني. فالمهم هو تعجب ازاي بقى. فالمهم سيدنا الشيخ السعداني كان من الاولياد، راجل في المحله. فالمهم سيدنا الشيخ السعداني كان، شوفوا بس بركه الصالحين يا ساده، فكان سيدنا الشيخ عاوز يتعجب ازاي بيفسر وبيقول كلام مش عارفين هو جايب منين ده، ايه الالهامات دي؟ والعلم اما علم مكتسب وعلم من لدني، وعلمناه من لدنا علما، والعلم المكتسب نتعلمه على قد الشيخ ولا حاجه. فراى سيدنا الشيخ يعني بجواري في مجلسه وسماعات حواليه، ده في سوره البقره، سوره ال عمران، سوره النساء، سوره مش عارف ايه، سوره كذا، سوره كذا، سوره كذا. فالمهم راح اللي سيدنا الشيخ الشعراوي ما عرفوش. فالمهم لما راح لسيدنا الشيخ الشعراوي نظر اليه، بيقول له يا مولانا الشيخ الشعراوي، قال له ده بتاع المحله بطل تفتش ورانا. شفت الشاهد؟ ما قال لسه ما تلفظش بالكلمه، لكن قلوب صفت فلما صفت لله اطلعها الله. ولذلك ملهمون يا ساده، وبالتالي فالانسان يكون مع الله ولا يخاف ظلما ولا هضمه، وما تلاقيش بالشيطان. وسيدنا علمنا عن ذلك ان الانسان يعني يركز ويدفل عن يثاره ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكيد الشيطان ضعيف. فسيدنا الشيخ شعراوي كان يقول لك ان الشيطان ذكر اسلحته ثم لقيت انه من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. طب ما قالش من فوق ومن تحت ليه؟ لو ان الانسان حصن فرجه وجعل ما بينه وبين الله فيه اتصال ومعيه كان في معيه الله، فمن كان في معيه الله فمن عليه؟ ما يقدرش يجي من فوق ولا من تحت، خلاص. دي السلاح الاول. ثم لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الشيطان ذكر الأسلحة بتاعته قدامك أهي. فإحنا معانا سلاح الشيطان بيخاف منه، إيه هو؟ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإن أنا أكون مع ربنا ومستحضر عظمة ربنا، الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. الأستاذ إبراهيم كان بيسأل بيقول يا مولانا عملت ذنوب كثيرة، هقول لك يا أستاذ إبراهيم، القاعدة من تاب تاب الله عليه. ولك أن تتخيل كما جاء في الصحيحين الرجل اللي قتل 99 نفس وبعد كده أراد أن يتوب فذهب إلى راهب ثم بعد ذلك فقال له ليس لك من توبة فأتم به 100، ثم ذهب إلى عالم فقال له إذا بأر إلى أرض فلان فإن فيها قوم صالحين. فالمهم ذهب فمات، المهم فاختصمت فيه ملائكة النار وملائكة الجنة. فالمهم قرب الحق سبحانه وتعالى ملائكة الإيه، قربهم ملائكة من أرض الجنة. فالمهم كان إيه نصيبه من أهل الجنة. وكان برضه اقول لحضرتك على حاجه، في قصه جميله كانت لسيدنا ايوب السيختاني. سيدنا ايوب السيختاني كان له جار عاصي، فلما حضرته الوفاه وغسل رجل ايه، ركز قوي، عاصي، فلما حضرته الوفاه وغسل وكفن وسجي جثمانه، اتوا الى سيدنا ايوب يعني خلاص غسلوه كفنوه كل حاجه بقى خلاص جاهز انهم يدفنوه، هيصلوا عليه بعد كده يدفنوه. اتوا الى سيدنا ايوب لكي يصلي ايوب صلاه عليه، فرفض ايوب الصلاه عليه، ما رضيش يصلي عليه، ورفض الناس. ده الرجل الصالح سيدنا ايوب العالم الورع التقي ما رضيش يصلي عليه، الاهل قال لك مش مصليين، ده ايه ده، ايه ده كثير الذنوب بقى. فرفض الناس ورفض الاهل، فكانت النتيجه ان دفنوه بغير صلاه. بس في حكمه، طول بالك وصلي على سيدنا النبي. فلما ذهب سيدنا ايوب ليبيت ليله راح ينام، راى هذا العبد يرفل في ثياب الجنه، يعني لابس ثياب الجنه كده وعمال يرفل فيه. فقال له يا هذا ماذا فعل الله بك؟ قال له لما رفضت الصلاة علي ورفض الناس ورفض الأهل ناداني ربي فقال عبدي طردوك من رحمتي فعد إلي فأنا أقبل المطرودين. ولا عجب في ذلك، فالله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، بشرط إن الإنسان يكون صادق في التوبة ويقلع عن الذنوب والأثام ويندم على ما فعل ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ما قدم وما أخر. وهنا أقول اللهم اجعل مصر بلاد السلم والسلام والأمن والأمان والرضا والاستقرار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحمي شبابها وأبناءها ونساءها وجيشها وشعبها وأمنها، وأن تحميها كلها ببركة الصلاة على النبي الأمين وببركة رسول كريم والله أكرمه، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.